كلام ابو عمر صحيح ولا لا؟ عبد الفتاح السيسي بيزيد من اذلاله للمصريين علشان المصريين ساكتين، وزي ما بنقول كمان 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 واحنا معاك حتى الموت. ايه رايك؟ صحيح، هو المواطن الغلبان ارجوكم ارفعوا ايديكم عن المواطن، يا نحله لا عايزك تقرصيني ولا عايز منك عسى. نعم يا عم سيبنا في حالنا، هو احنا خلفناك انت والعصابه اللي معاك علشان نصرف عليكم؟ هو كل ما يقول اهم حاجه المواطن الغلبان قصده ان اهم حاجه هو اللي هيصرف علينا؟ نعم. لان كل الاسعار ما بتزيد بتزيد على الغلبان، اما الثاني فزياده طفيفه في زياده تزيد عليه زياده طفيفه ومع زيادة مرتب. أما أصحاب المعاشات المحكمة تحكم لهم ب80% من أجر 5 هلوات. نعم. الدولة تستأنف لأن القرار ينفذ من المسودة ولا يطعن عليه. نعم. السؤال بقى، الناس اللي لسانهم كانوا يتلفعوا بيه أيام مرسي دلوقتي بلعوه ليه؟ والله يا شعب ما حك جلدك مثل ظفرك، ما فيش حد هيطلعك من اللي انت فيه إلا انت. فين حمل التمرغ علشان يتمرغوا زي الحمير؟ طفح الكيل ولا لسه؟ قوم يا شعب خد حقك، لان حتى الكلام غير مسموح لك بيه. صحيح. السواقين يعملوا اضراب، الناس تضرب في السواقين، هو يطلع عربيات الجيش تضربهم ويطلع عربيات الداخليه تعمل سبوبه تعمل للناس اتوبيسات عشان تاخد منهم وتكسب. شكرا لك.